هذا الصباح الجميل بهذه الانطلاقة، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه مع هجن أصحاب السمو الشيوخ، سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. بينما أيضا نذكر بالتوقيت الأفضل مع الطاغية صاحبة الشوط الأول وصاحبة أول أشواط هذا اليوم للسيد علي بن حمد بن مطر بن نصر المنصوري بقيادة سعيد بن حليس العويسي، حيث قطعت المسافة من مسافة 8 كيلومترات في أول أشواط هذا اليوم وفي أول أشواط الأبكار. الثنايا المحليات الأصايل 12 دقيقة 46 ثانية، وأيضا تسعا من الأجزاء تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا العلي بن حمد بن مطر بن نصر المنصوري على هذا الفوز بهذا الشوط. على البركة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق شوط جديد، يندفع شوط أيضا هنا ممتاز بالفعل للغاية. ينطلق شوط جعدان محليات أصايل، هو شوطنا الثامن لنتعرف على المركز الأول. هنا ربدان أحمد بن غانم بن علي المنصوري، يقدم ربدان على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني يأتي مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. دخول جميل على المركز الثاني والوصول والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شعارات قوية وممتعة وأيضا مثيرة للغاية من خلال هذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من خلال هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. هنا نسير مع المركز الثاني ونتعرف على هذه الأسماء القوية والعملاقة. يأتي يونايتد عرب إمارات في هذه اللحظات يتدخل اللي هو مفاجئ علي بن عبيد بالحول الحارثي، وصل الحارثي هنا يقدم مفاجئ في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث اللي تدخل في المركز الثالث من عمق الميدان هذا الصيرمي عيسى بخادم ابو علامه القبيسي، وصل في هذه اللحظات يتدخل ايضا من عمق الميدان يبحث عن فوز وانتصار. شعار ابو علامه غني عن التعريف، ايضا يملك العديد من الاسماء وايضا الحنيش وغيرها من الاسماء. يا ابو علامه نتمنى لك التوفيق بهذا الصباح الجميل. نقلة مباشرة هنا إلى المركز الرابع، ياتي مشوش أيضا في المركز الرابع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الزاوية الأخرى الذي تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حامي وصل حامي، وصل حامي في هذه اللحظات لاحق بن عبيد بن سالم بالهلي، وصل بدأ يتدخل أيضا وهناك السيف بالهلي يقود هذا الاسم، ينطلق بخبرته الكبيرة والعملاقة كما قاد حشيم في أكثر من خمس سيارات، يقود هنا اليوم مفاجئ أو حامي في هذا الشوط. نتمنى لك التوفيق يا أبو هناد. وهنا الوصول أيضا من الاسم القادم هذا مكلف كلف بمهمة من سعيد بن محمد بن ركاض العامري أيضا بالفوز والانتصار على هذا الأداء الكبير. ولكن هنا من القادم هذا؟ الله، هذا عاد اللي يبغى له مراقبة، هذا اللي دائما ما يخلي سباق إلا ويكسر التيم. أفندم وصل، أفندم وصل ممثل الخور الدايم أيضا هناك بدولة قطر، ياتي ناصر بن عبد الله بن أحمد عبد الله المسند، وصل في المركز هنا مشاهدين الأعزاء السادس، بينما المركز السابع مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الأسد سيف بن حمد بن قناص العامري بدأ يقتنص أيضا المركز السابع. المركز الثامن هنا الوصول من مقادر البطي بن سعيد بن خميس الاكتبي، وصول رائع وجميل على المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع يأتي هنا أيضا شعار الطاغية بالفعل الوسمي لسالم بن حليس العويسي، وصل الوسمي. يا سلام يا بن حليس، يا سلام. المركز العاشر من الزاوية الأخرى، يا يوسف يا بن قاسم يا البلوشي، حاسب بشوي، حاسب بلي تعرف عليه، هذا هو مرعب محسن بن مبارك بالحليس.
الحول الحارثي أيضا واحد من الشعارات الذي اختطف سيف الزمول في دولة الكويت وميدان الشهيد قبل سنتين. بالفعل يأتي شعار بالحول ليقدم هذه النجومية الرائعة. أسماء أيضا خلف العشر المراكز الأولى خلف الدائرة المذاعة، أسماء أيضا ننتظر مفاجآتها، ننتظر انطلاقاتها، ننتظر أيضا منافساتها، ننتظر نجوميتها. بالفعل مع هذه الانطلاقة القوية والمثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، الهواري بعد يأتينا ما بعد المراكز العشر الأولى، يستكشف المنطقة، يستكشف المنطقة أيضا بهذه الأسماء. يا سلام يا سلام، هذه الشعارات القوية اللي بنذيعها لكم لما توصل العشر، هي الإذاعة أيضا المسموح بها، أيضا نتمنى لهم التوفيق جميعا. وهنا أيضا أسماء قوية بعد العشر المراكز الأولية، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا مقدمة الشوط، الصدارة وأيضا الانفراد والتحدي المثير في عاصمة الميادين، ميدان الوثب أحد الميادين الرائدة في عالم الأصالة. هذا اللي خذ المركز الأول وما زال محافظ ربدان، أحمد بن غانم بن علي بن إداء المنصور يقدم اسم قوي وخطر على مقدمة هذا الشوط، والصدارة الأولى والمركز الأول يقدم أيضا أداء رائع مع مقدمة هذا الشوط. يتجه إلى جسر العبور، يسير بقوة وثبات، ينطلق على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني هذا اللي هو مكلف لسعيد بن محمد بركاض العامري وصل في المركز الثاني. المركز الثالث حامي لاحق بن عبيد بسالم بالهلي، يلا يا حامي. بدأت أيضا هنا حرارة الشوط تحمى، بدأنا أيضا هنا مع حرارة الشوط والثلاثة كيلو مترات جسر العبور، جسر العبور مشاهدينا ومتابعين الكرام، جسر العبور بدأنا ننطلق منه، والثلاثة المراكز الأولى ذهبت إلى جسر العبور، نذهب إلى المركز الثالث. هذا اللي باستراحة المحارب مفاجي علي بن عبيد بالحول الحارثي وصل في هذه اللحظات، بينما الدخول على المركز الرابع، الدخول على المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، هذا مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، والمركز هنا أيضا هذا الخامس. المركز السادس يأتي الصيرمي عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي، يا سلام يا القبيسي. وصل افندم، تدخل افندم هنا في هذه اللحظات، ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، ولكن تحدي كبير من مغادر لبطل سعيد بن خميس الاكتبي وصل في هذه اللحظات، وتحديات اخرى من اللي هو قادم في هذه اللحظات. ياتي الاسد سيف بن حمد بن قناص العامري، هنا بدأ يتدخل مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على المركز التاسع. المركز العاشر وصل الوسمي عامر بن محمد بن مبارك بن يروان المنصوري، هذه النتيجة، هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة وندان الثاني. يا سلام يا بن مقارح، ركز على فندم مرشحين، ترانا نبغى يروح هناك بالفورم ما شاء الله. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. يا سلام ربدان، ربدان أيضا يتجول في المياتي في الصدارة الأولى، أيضا ربدان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري يقدم ربدان هنا أيضا بانطلاقته القوية، أيضا يأتي في هذا المكان الجميل. هذا هو ربدان يفتتح بوابة الاثنين كيلومترات الأخيرة، انتهى أيضا من الستة كيلومترات، ولكن هنا مكلف من كلف بمهمة كبيرة، بمهمة رائعة، مهمة أيضا جميلة. هذا يذكرني الاسم، اسم مكلف أحد بنوك الإنتاج مع محمد بن سالم الإيديلي، أيضا اسم مكلف له صولات وجولات، واليوم واحد من بنوك الإنتاج اسم مكلف، فهذا هو أيضا يتدخل هنا مشاهدين الأعزاء. سعيد بن محمد والركاض العامري يقدم مكلف، ولكن هنا أيضا من الزاوية الأخرى يا سلام حامي 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 لاحق يا بن عبيد بن سالم بالهلي، يا سلام يا حامي باستراحة المحارب هناك بيزيد السرعة، وأيضا بيكون حامي في الكيلومتر الأخير بقيادة سيب الهلي أحد شبابنا المضمرين والمنطلقين في عالم الأصالة. 1500 متر الوصول القوي والتحدي المثير مفاجئ، علي بن عبيد بالحول الحارثي، ولكن هنا مغادر بطل سعيد بخميس
الكتبي، وصل هناك اللي هو مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري افندم قادم للمسند، بدا يتدخل ايضا بشعار المسند، وهنا الوصول ايضا الخطير من الاسد لسيف بن حمد بن قناص العامري، وتدخل من الوسمي عامر محمد بن مبارك بن يروان المنصوري. نعود الى الشوط الحامي ونعود الى الكيلو الخطير، كيلو الامتحان وصلناه، بدانا نوزع الاوراق وايضا نبدا بحصه الامتحان ومدتها كيلو واحد فقط. من سوف ينجح في هذا الكيلو؟ هناك المركز الاول، هناك ربدان انطلق انطلاقه قويه، اندفع اندفاع ولا اروع، ربدان والعصف الابطان، ربدان على المركز الاول، ربدان على الصداره الاولى، ما شاء الله تبارك الله. احمد بن غانم بن علي المنصوري يقدم ربدان، ال 500 متر الاخيره نقترب منها مع ربدان، ما شاء الله تبارك الله. ربدان خلاص راح ربدان الى مقدمه الشوط، راح الى المركز الاول ايضا من البدايه وهو في المركز الاول، من البداية وهو في الصدارة. مكلف على المركز الثاني سعيد بن محمد وركاض العامري، يأتي على المركز الثاني، مكلف على المركز الثاني هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ولكن ربدان سلام 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 الى الخزنه، سلام الى الخزنه على هذا الفوز والانتصار، سلام الى ايضا الوثبه، والسلامات الى ايضا هنا مالكي ربدان احمد بن غانم بن علي بن ايداه المنصوري على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مع خط النهايه. هذا هو ربدان مشاهدينا متابعينا الكرام، يفوز في الميدان وينطلق بالصداره الاولى. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ما شاء الله يكسر حاجز ال 13، المركز الثاني مكلف لسعيد بن محمد ركاب العامري، المركز الثالث افندم ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، المركز الرابع نصر محمد بن سيف بن محمد برايد بن حرمش، المركز الخامس وصول من مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري وصل في المركز الخامس. ايضا هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى المتقدمه، هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. وهنا ايضا الاسماء القويه والعوده بالتوقيت الزمني 12 دقيقه 56 وستة أجزاء من الثانية. هذا هو أيضا ربدان لأحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري، تهانينا والناموس اللي احتل المركز الثاني. وصل فيه مشاهدين الأعزاء اللي هو مكلف أيضا 13 دقيقة 4 ثواني بالوفاة تمام سعيد بن محمد وركاض العامري مع مكلف اللي في المركز الثاني. المركز الثالث تحديات المركز الثالث وصول افندم 13 دقيقة 6 ثواني 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، تهانينا لعلي بن مقارع على ايضا تقديم افندم في هذا الشوط، تهانينا والناموس للجميع.